مشاهدينا، الاكتئاب هو مرض العصر، ولكن البعض قد يتعجب أن حتى الأطفال يمكن أن يصابوا به. كاكتئاب الأطفال أو اكتئاب الأطفال يؤثر عليه بشكل سلبي وقد يمنعه من ممارسة حياته كباقي الأطفال، مما يؤدي إلى تراجعه في الحياة الدراسية والاجتماعية بسبب عدم القدرة على التركيز والأرق والضيق. ويتأثر الطفل بهذا تبعا لقدرته على التعبير عن معاناته، فتظهر علامات الحزن على محياه، حيث أن الأطفال هم أكثر عرضة للتأثر بالضغوطات والتوترات الأسرية. وحول الموضوع سعدنا أن نستضيف ويانا الدكتور بهجة بلبوس، أخصائي الطب النفسي. يا صباح الخير وأهلا وسهلا بوجودك ويانا اليوم دكتور. صباح الخير. الله يبعد عنا طبعا الاكتئاب وخاصة عن أطفالنا. دكتور، اليوم خلنا شوي نعرف للسادة المشاهدين ما هو الاكتئاب عند الأطفال، وكيف فعلا ممكن نعرف أن هذا الطفل مصاب بالاكتئاب أم لا. طبعا الاكتئاب بظن الناس أنه مرض الكبار، يعني ما بصير بالأطفال، بس للأسف الحياة العصرية صار لا يفرق بين الاكتئاب مثله مثل غيره من الأمراض النفسية والجسمية، عم يبكر أكثر في الظهور، عم يشبشب أكثر للأسف. يعني بنقول فأول كان الاكتئاب كتير نادر عند الأطفال، هلأ صرنا نشوفه طبعا مو بنفس الدرجة اللي عند الكبار، بس بنشوفه أكثر وأكثر. طبعا الاكتئاب عند الأطفال بيختلف شوي عن الكبار، يعني ما بنعتمد نفس المعايير التشخيصية والوسائل التشخيصية اللي بنستعملها عند الكبار. الطفل بعده ما بيقدر يعبر عن مشاعره بشكل كافي، يعني ممكن يكون بيعاني من داخله بشكل كبير بس هو ما عم يقدر يعبر عنه بالكلام. فبنعتمد على مراقبة سلوكه، تواصله، علاقاته الاجتماعية، طريقة لعبه، دراسته، تحصيله الدراسي، هي الأشياء اللي بنعتمد عليها أكثر في التشخيص. فعلى الأهل أن يكونوا يعني على معرفة وإلمام بتصرفات هذا الطفل. بالطبع بناخذ القصة المرضية منهم، من الأهل بالأساس أكثر من الأطفال. طبعا في سن المراهقة بصير الشاب أو البنت بيقدر يعبر أكثر وأكثر، ومع نهاية سن البلوغ يعني بصير الاكتئاب مثله مثل البالغين. نعم. طب دكتور، احنا عن أي عمر أو عن أي فئة عمرية تحديدا نتكلم عندما نقول الاكتئاب عند الأطفال؟ طبعا هو الاكتئاب يلاحظ أكثر اعتبارا من الطفولة المتوسطة، يعني من سن 8 سنوات 10 سنوات بيبدأ أعراض الاكتئاب. قبل هالسن هاي نادر كتير ويصعب تمييزه عن باقي الحالات النفسية عند الأطفال. فاعتبارا من هالعمر ممكن يتشخص الاكتئاب كمرض أساسي عند الطفل. طب دكتور بهجة، شو الأسباب اليوم؟ يعني نحن الكبار نعرف يمكن في كثير أسباب قد تدعوهم للاكتئاب، ولكن الطفل في هذا العمر الصغير شو اللي ممكن يكون فعلا يعني مصدر لهذا الاكتئاب أو ليوصل إلى حد الاكتئاب؟ طبعا الطفل اللي عنده استعداد أساسا، الاستعداد هذا ممكن يكون وراثي، ممكن يكون تكويني، بنيوي دماغي يعني. بس بنفس الوقت لازم يكون في أسباب خارجية عبارة عن ضغوط نتيجة التربية، نتيجة الظروف العائلية، الظروف الاجتماعية، انفصال الولد عن أهله أو عن أحد أهله، خاصة في حالات طلاق، ظروف المدرسة، طريقة المدرسة في التعليم ما عم تراعي يعني كل طفل لوحده. فكل هاي الضغوط الخارجية طبعا الطفل، نحن ممكن بالنسبة لنا هي ما ضغوط، أما بالنسبة للطفل تعتبر ضغوط كثير كبيرة. وهذا اللي بيؤدي لظهور الاكتئاب في حالة وجود استعداد عند الطفل. شو أول خطوة دكتور تعتقد أن على الأهل أن يقومون بها أول ما يشعرون أن طفلهم يعاني فعلا من مرض الاكتئاب؟ شو أول خطوة؟ يتجهون إلى الطبيب أو يحاولون هم يناقشون هذا الطفل لعلهم يستطيعون معرفة السبب؟ طبعا الأهل لوحدهم صعب يشخصوا الاكتئاب كمرض، لأنه في حالات كتير الأطفال بيكون عندهم ردة فعل طبيعية، حزن طبيعي على ظرف معين، وفاة أحد من الجد أو الجدة أو أحد الأقارب أو أسباب تانية، انتقال لبيئة تانية أو أشياء أخرى. فهي ظروف أو ردود فعل طبيعية، ما بنعتبرها مرض اكتئاب. أما مرض الاكتئاب ممكن يظهر
في الحالات القوية، وقت اللي بيستمر سلوك الطفل، الأهل بيلاحظوا أنه الطفل عم يتغير، ما عاد عم ينتبه مثل قبل، صار ينزوي أكثر، ما عاد اهتم أو استمتع في ألعابه اللي كان عم يستمتع فيها من قبل، ما عم يركز على دراسته في الصف، بالتالي تحصيله عم ينخفض. أو عند الطفل ممكن يكون تأخر في النمو، يعني هاي الأهل لازم كمان ينتبهوا أنه الطفل في النمو سواء نتيجة اضطراب الأكل والتغذية، نتيجة الاكتئاب، أو الاكتئاب نفسه بيؤدي لتغيرات جسمية ممكن تؤدي لتأخر في النمو. ففي وجود هالعلامات هاي لازم الأهل ينتبهوا أو يستنفروا شو صاير مع الطفل، وقتها لازم ياخذوه لعند الأخصائي حتى يشخص الاكتئاب، وبس يتشخص الاكتئاب وقتها بيبدأ العلاج يعني. نعم، والتشخيص هذا قد يستمر لعدة جلسات بحسب الحالة، صحيح؟ طبعا في حالات يصعب تشخيصها، وخاصة بوجود علامات ثانية أو حالات نفسية ثانية كاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، اضطراب توحد، أو اضطرابات ثانية ممكن تكون وسواس قهري، نعم، ممكن تكون عند الطفل، بتصعب التشخيص. نعم. طب دكتور، فترة العلاج هل إذا ما تم معالجته في وقت مبكر يشفى من هذا الأمر بشكل أسرع؟ يعني هل تنصح دائما أن يقوم الأهل باتخاذ هذا الإجراء والتوجه إلى طبيب نفسي بأسرع وقت ممكن؟ طبعا في علاج الأطفال نحن ما بنلجأ للعلاج الدوائي كخطوة أولى دائما، عند الأطفال بنكون حذرين إلا في الحالات الصعبة كتير أو القوية وبنخاف على الطفل يعني من مستقبله. بس العلاج هون عادة بيكون عن طريق علاج نفسي، ممكن يكون عن طريق جلسات خاصة أو فردية مع الطفل، مع الطفل وأهله، جلسات توعية للأهل حتى لتصحيح الأسباب أو الأشياء، طريقة التعامل مع الطفل بالضبط، كيف طريقة تشجيعه لأشياء، مشاركته حتى في ألعابه. فهذه كلها وسائل علاجية. ممكن العلاج بالمجموعة إذا متوفر هالشيء، وقت بنجمع مجموعة أطفال للتأثير على بعض بآليات يعني مختلفة، هي منظومة متكاملة دكتور، منظومة العلاج هون لازم يكون متكامل حتى يعطي نتيجة أكبر. إذا في مربين ثانيين في العائلة لازم كمان نشوفهم ونوعيهم حتى ما تكون التربية متناقضة، صحيح، ما يكون في خلل في جهة، ما يكون في خلل بيأثر على الطفل وخليه يتشوه. فلازم العملية العلاجية تكون متكاملة. مع المدرسة بنضطر أحيانا نتخاطب مع المدرسة حتى كمان المدرسة تغير أو تنتبه لهالشيء وتغير أسلوبها في التعامل مع الطفل. حلو، أيضا يمكن هني نوجه نصيحة كذلك الأهل أنهم يديرون بالهم كذلك ويتوخون الحيطة والحذر بخصوص تصرفات أطفالهم بالضبط، لازم ملاحظة دائمة والانتباه لأي تغيرات بتظهر على الطفل. نصيحة بس للأهل أنه ما يعتمدوا في مقاييس التربية على مقاييسهم من 20 و30 و40 سنة، الحياة عم تتغير، لازم يلجأوا لأساليب ثانية. الدلع الزايد مسيء مثله مثل الإهمال الزايد، فلازم تكون تربية متوازنة متناسقة متوافقة بين كل المربين. حلو. طبعا نحن شاكرين جدا لوجودك ويانا اليوم الدكتور بهجة ملبوس، أخصائي الطب النفسي، ونتمنى لك نهار سعيد، وإن شاء الله يكون الجميع استفاد من نصايحك الطيبة اليوم، والله يبعد عن جميع أطفالنا أكيد الاكتئاب. شكرا جزيلا لك، نهارك سعيد.